بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، تتواصل انطلاقات هذا الصباح وتتواصل اندفاعات للحجائج هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان سيف العرب، بأحد فروع تحفة ميادين السباقات بالمرموم. على بركة الله نسير في هذا الشوط السابع في مجموع أشواطنا الصباحية لهذا اليوم الخاص بالإبكار. الحجائج والمسافة 3 كيلومترات. على بركة الله نبدأ مع البداية، هناك ملهمة علي بن محمد بن سلطان العويسي من يقدم لنا ملهمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ثانية المراكز وتابع هنا صدى عامر بن علي بن حميد المحاربي على المركز الثاني، والمركز الثالث هناك أيضا طلعة ناصر بن حمد بن سهيل بن عيضة الخيالي قادم أيضا من ميدان الرماح للمشاركة هنا على ميدان سيف العرب، ولكن التدخل هنا على رابع المراكز. هنا تواجد أيضا من سرابة سالمين بن سالم بن سالمين بن سالم بن سالمين الشامسي على رابع المراكز وخامس المراكز، وتابع أيضا خامس المراكز هنا من ياسر نايل بن راشد النايلي الشامسي على المركز السادس والمركز السابع. أيضا هناك الهجوم، أيضا هناك الهجوم والتدخل من أحكام علي بن سلطان بن علي الاكتبي من يقدم لنا أحكام على المركز السابع والمركز الثامن. يا سلام يا سلام، هناك أيضا وده هلال بن سعيد بن هلال الظاهري على المركز الثامن والمركز التاسع، وتابع هنا مهيضة هنا أحمد بصغير بن مرخان الاجتبي على تاسع المراكز وعاشر المراكز. أختم هذا الندى مع الضبي سعيد بن عامر بن سعيد المغيري على المركز العاشر. هكذا الأسماء العشرة الأولى المذاعة على حضراتكم، ولكن نتابع مجريات هذا الشوط، نتابع التحدي في هذا المنطلق، نتابع أيضا المركز الأول. هناك لا زالت ملهمة على البداية. علي بن محمد بن سلطان العويسي من يقدم لنا ملهمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ثانية المراكز مهيضة أحمد بن صغير بن مرخان الاكتبي قادم بمهيضة على المركز الثاني والمركز الثالث. وصل سالمين بن سالم الشامسي أيضا مع سرابة على المركز الثالث. وصلت الأسماء، تدخلت الأسماء في الكيلوات الأخيرة، الكيلوات المتر الأخيرة 1200 ما تبقى عن نهاية هذا الشوط، ما تبقى عن خط النهاية، ولكن نتابع هنا التدخل أيضا من أحكام علي بن سلطان بن علي الاكتبي قادم بأحكام في هذا الشوط. حكم أعصابك يا راعي أحكام، حكم أعصابك، ولكن نتابع هناك أيضا وتابع بالكوس قادم بتحديات الأصالة والتحديات المسارات القوية. هناك الواعية محمد بن عيد بالكوس الفلاسي على المركز الخامس، ولكن البداية مع ملهمة البداية ملهمة هناك على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. يا سلام علي بن محمد بن سلطان العويسي، ولكن أحكام مع بن ميرين، هنا مع أحكام علي بن سلطان بن علي بن ميرين الاكتبي، ولكن بمرخان من الجانب الآخر، يا سلام يا سلام. مهيضة أحمد بالصغير بن مرخان الاكتبي غير مع مهيضة، ولكن أحكام حكم أعصابك يا بن ميرين، حكم أعصابك. وبالكوس واصل مع الواعية محمد بن عيد بالكوس الفلاسي، ولكن أحكام انطلقت والواعية أيضا من الجانب الآخر مع بالكوس. أحكام ولا الواعية؟ الواعية والأحكام. بن سالمين واصل وهناك أيضا التقدم في هذا الشوط وفي هذا التحدي. شعلة راشد بن مبارك بن سالم الاكتبي قادم بشعلة، ولكن أحكام على البداية، أحكام على الصدارة، أحكام مع المقدمة علي بن سلطان بن علي بن ميرين الاكتبي من يقدم لنا أحكام، ولكن الواعية من الجانب الآخر، الواعية مع محمد بن عيد بالكوس الفلاسي. يا سلام عليك يا بالكوس، تهانينا والناموس لمالك الواعية محمد بن عيد بالكوس الفلاسي. سلام يا
يا بلكوس سلام على هذا الأداء المميز اللي قدمت الواعي على المركز الأول وأحكام ثانيا أحكام على المركز الثاني على بسطاب العليا الاكتبي والمركز الثالث دقائق 50 هكذا توقيت الواعي محمد بن عيد بركوس الفلاسي سلامي عليك يا الفلاسي.